يعطيكم العافية. بهذا الفيديو راح نحل هذا الاكسترا. معطينا graphs بهذا الدياجرام represent the cost C and the revenue R functions of a company which produce and sell X objects of a certain product where X between 0 and 80. يعني معطينا نحن مثل ما شايفين هذا straight line هو بيعبر عن مين؟ عن ال C ال cost، وهذا البارابولا هذا الكيرف بيعبر عن ال R يعني ال revenue، وفي عنا فوق straight line dotted straight line خط منقط عم يقول لي اسم مسمينه T. هيدا الخط هو ال T، هيدا ال T. شو هو هيدا ال T؟ ال T is the tangent to R، هو tangent حافف بال كيرف R at the point 30 1500. يعني هاي النقطة اللي عاملينها لها tangent، هاي النقطة اللي هون الاكس تعولها 30 والواي تعولها 1500. يعني الاكس تعولها 30، شو معناتها الاكس تعولها 30؟ يعني الكمية اللي انتجناها وبعناها هي 30. وهون رح يكون بما انه عم نحكي عن ريفينيو، الريفينيو تعولها بيكون شو 1500 دولار، لانه بالدولار حاطت لي الريفينيو والكوست اكسبرست ان دولار. طيب and passes through 5 1000، هذا الخط بيمر بنقطة 5 1000. وين ال 5؟ هيدي إذا هاي 0 هيدي 10، هيدي ال 5 بالنص، يعني مارق بال 5 1000. هاي النقطة هي 5 1000. شو يعني 5 1000؟ يعني لما نبيع 5 objects بنكون طلعنا لا هيدي لو قلنا لو هاي النقطة على الريفينيو، كنا قلنا لو لما نبيع 5 objects كان طلع لنا مصاري 1000 دولار. بس هاي النقطة مش على الريفينيو ولا على الكوست، بس هي نقطة على ستريت لاين للتينجنت. يعني ما في نقول انه هادي اذا بعنا 5 اوبجكتس بنكون ربحنا او نتجنا او تكلفنا 1000 دولار. هيدي ما إلها علاقة، لانه هي على ستريت لاين غير الكوست وغير الريفينيو. هيدا الكوست وهيدا الريفينيو. طيب اول سؤال find the fixed costs. fixed costs نحن بنعرف انه لما يكون ال variable cost zero، يعني لما نعوض نحن x ب zero، يعني هي ال fixed cost. اول حالة بدنا نعرف ال fixed costs شو هي. fixed costs نعرفها لما ال x equal zero، يعني ال c of zero. fixed costs بتشي من ال c of zero. c of zero هتلا نشوف لما ال x equal zero هي وين بيكون الكوست، مين اللي بيمثل الكوست بالرسمة؟ هو هيدا ستريت لاين. لما الاكس ايكوال زيرو هيدا ستريت لاين وين طابب؟ طابب على هاي النقطة اللي هون. هاي النقطة شو الفاليو اللي إلها؟ مثل ما شايفين هي 500. فإذا وين اكس ايكوال زيرو السي اوف زيرو شو بتطلع؟ 500 دولارز. هيدي from the graph معناتها الفيكسد كوستس، then the fixed costs equal $5,000. طيب الفرع الثاني عم يسأل find the break even levels. انت بيكون عندنا break even level لما انتو جهزوها براسكم قبل ما اقول. يعني break even level يا بتقولوا ال profit equal zero، يا بتقولوا بيكون ال revenue قد ال cost. ما هو لما يكون ال revenue قد ال cost يعني ال profit equal zero. فهيدي بالبارت 2 عندنا البريك ايفن ليفل. بريك ايفن ليفل بصير عندنا انه لما البروفيت ايكوال 0 اور لما الريفينيو ايكوال للكوست. على الجراف شو يعني ريفينيو ايكوال للكوست؟ على الجراف ريفينيو ايكوال للكوست يعني الكيرف للار عامل كاتس قاطع الكيرف للسي للكوست. هيك بنلاقي هون الار ايكوال سي مطرح ما قاطعين بعض. لو كان عندنا رسمه البي حكيناها بفيديو قبل، لو كان عندنا رسمه البي لنشوف وين البي ايكوال 0، بنشوف وين رسمه البي عامله انترسكشن مع الاكس اكسس. طيب بس حابب اذكركم فيها لهيدي. هلا نحن لنشوف الانترسكشن، بدنا نشوف وين البريك ايفن ليفل، يعني وين الريفينيو ايكوال للكوست، يعني وين رسمه الار قاطعه رسمه السي. هيدي رسمه الار وهيدي رسمة السي، وين قاطعين بعض؟ بهيدي النقطة وبهيدي النقطة اللي هون. هاي النقطة الاكس تعولها 10 والواي تعولها ما بعرف مش حاطينها، المهم عارفين الاكس انه هي 10
كمان هاي النقطة الـ X تاعو لما نعرفها قد 50 والـ Y تاعتها 1500. فإذا نحنا رح نعرف الـ Break Even Level هي على الـ 10 وعلى الـ 50. يعني منقول The company achieves break even levels when x equal 10 or x equal 50. طيب مش رح اقول when it produces لان هو اللي الاكس ما ليش الاوبجكتس ان مثلا الاكس هي in hundreds of objects او x in thousands of objects. يعني مش رح اضربها بشيء لهيدا ال 10 وال 50. فيني اقول when the company produces and sells 10 objects or 50 objects. يعني ما رح نضربها بشيء لل 50 وال 10. هو قال لي find the break even. خلينا نقول نحن هون the company achieves break even levels when x equal 10 or x equal 50. That is when it sells 10 objects or 50 objects. هيك ممكن عم ترجمها 100%. طيب نجي للفرع الثالث find the number of objects for which the company realizes a loss and gain. نشوف اللوس وين والجين وين. قلنا بحالة اللوس بيكون الريفينيو اعلى من الكوست ولا اوطى من الكوست. خلينا نرجع نذكركم الريفينيو هي المصاري اللي عم توصلنا، الكوست هي المصاري اللي عم بدفعها. لحتى يكون عندنا نحن جين نكون ربحانين بده يكون المصاري اللي عم توصلني اكثر من المصاري اللي عم ادفعها، لازم يكون الريفينيو اعلى من الكوست. لما يكون عندنا لوس بالعكس لازم يكون الريفينيو اوطى من الكوست، بيكون عندي خساره. هات لنشوف هيدا الريفينيو وهيدا الكوست. في مطرحه واحده الريفينيو اعلى من الكوست هي بهاي المنطقه اللي هون، مظبوط هاي المنطقه اللي هون، بس هيدي المنطقه جاي الكيرف تاعو الريفينيو اعلى من خط الكوست. غير هالمنطقه مثلا قبل هالمنطقه مثلا هون جاي خط الكوست اعلى من الكيرف تاعو الريفينيو، بعد هالمنطقه كمان هاي الميله جاي خط الكوست اعلى من الكيرف تاعو الريفينيو. فاذا بس بهالمنطقه مطرح ما الريفينيو اعلى من الكوست بيكون عندنا جين. هاي المنطقة من أي بوينت لأي بوينت مبلشة؟ هاي المنطقة مبلشة من هاي النقطة للأكس تعولة 10 لهاي النقطة للأكس تعولة 50. يعني منقول عنا gain لما يكون الأكس بين 10 وال 50. على 10 وال 50 لا، على 10 وال 50 بالضبط بيكون في عنا شو break even. فبقول أني هون 3 the company achieves gain when x belong بين ال 10 وال 50. على ال 10 وال 50 بدي اعملها open عشان ما بدي 10 وما بدي 50، لانه على ال 10 وال 50 بالضبط ما بيكون عندي gain، بيكون عندي break even levels. طيب يعني that is when it sells strictly between 10 and 50 objects. strictly between 10 and 50 معناتها لا 10 ولا 50، بيناتهم. هي معناتها strictly between انه ما بتساوي 10 وما بتساوي 50. طيب بعد بدنا كمان ال loss the company achieves loss when ايمتى؟ قلنا نحن بين ال 10 وال 50 بيكون في عندنا gain. وين في عندنا loss؟ هي قبل ال 10 لانه جاي الكوست فوق الريفينيو، هذا الكوست وهذا الريفينيو، جاي الكوست فوق الريفينيو وهون كمان هون الكوست جاي فوق الريفينيو. فقبل ال 10 وبعد ال 50، قبل ال 10 كيف بنعبر عنها قبل ال 10؟ when x قبل ال 10 يعني x less than 10، or بعد ال 50 يعني when x بعد ال 50 يعني greater than 50. ماشي، بنعبر عنها بهذا الشكل. اور بنقول انه اكس بنحطها انترفال، بدنا نحطها هيك بنحطها انترفال قبل ال 10. قبل ال 10 يعني من 0، يعني بهالمنطقه من بين ال 0 وال 10 هي بتكون. فاذا قبل ال 10 يعني من 0 ل 10 يونيون، بعد ال 50 من ال 50 لوين؟ هلا هون مش من ال 50 للبلس انفينيتي، هو المفروض مزبوط من 50 للأخير، بس هو هذا الأخير هو معطيني إياه، أي الأكس بين الزيرو والأيتي.
يعني بوصل لعند ال 80، بين ال 50 وال 80 ماشي. على ال 50 وال 10 ليش فتحتهم؟ ليش عملت اوبن؟ لانه ما بدي ال 10 وال 50، لانه ال 10 وال 50 ما في عندي لوس، في عندي شو بريك ايفن ليفل مثل ما حكينا بالفرع اللي قبل. طيب هيدي هي، او فينا نقول بالكتابة when that is، when the company sell less than 10 objects، less than 10 objects or more than 50 objects. طيب بيجي بيقلنا كمان بعد calculate r prime of 30 and c prime of 30. r prime of 30 اذا بتتذكر لما اخذنا نحن derivatives، قلنا derivative هو عبارة عن slope للtangent to the curve at a certain point. فاذا هون ال r prime of 30 راح اكتبها كان اول شيء 4a، r prime of 30 المفروض هي slope to the tangent to the curve of the revenue to the يعني to r at a point at the point of x equal 30 at the point where x equal 30. هات لنشوف x equal 30 هي التانجنت، هي يعني نحن بدنا نطلع سلوب لهيدا التانجنت، سلوب للتانجنت at x equal 30 هيدا ال x equal 30 هون، هي هاي ال x equal 30 وهيدي البوينت اوف تانجنسي فعليها تانجنت اسمه تي. شو سلوب لهيدا التانجنت؟ هي بتكون r برايم اوف 30، يعني r برايم اوف 30 يعني هي سلوب للتانجنت تو ذا كيرف اوف r ات x equal 30، هي معناتها r برايم اوف 30. اول شيء لازم نترجمها هيك. هلا سلوب اوف ذا تانجنت r برايم اوف 30 equal سلوب للتانجنت، شو اسمه التانجنت؟ اسمه تي. شو سلوب للتي؟ هلا لو كان هيدا الخط جاي هوريزونتال بارلل للاكس اكسس كنا قلنا انه ايكوال تو زيرو، على الماكسيموم بيكون التانجنت بارلل للاكس اكسس بنقول انه والله الديريفاتيف ايكوال لزيرو، بس هو مش بارلل للاكس اكسس. شو بنعمل اذا بتتذكروا؟ بناخذ 2 بوينتس على هيدا التانجنت وبنطلع السلوب للخط. مثلا لت اول نقطه، هاي النقطه هو معطيني اياها 5 و 1000، let A هي 5 و 1000 وال B هي النقطة الثانية اللي بنرق فيها الخط هاي اللي هي 30 و 1500 are 2 points، أو let تاودي B 2 points on T. فشو بيكون السلوب بهاي الحالة؟ السلوب بنخدينا من صف التاسع Y لل B minus Y لل A على X لل B minus X لل A، يعني equal ال y لل b هي 1500 minus ال y لل a 1000 over ال x لل b اللي هي 30 minus ال x لل a اللي هي 5. بيطلع الجواب 500 على 25 بيطلع جوابها 20، معناتها ال r prime of 30 طلعت 20. كمان بده c prime of 30، c prime of 30 هي التانجنت للكيرف to the tangent to the curve of c to the curve c at x equal 30. بس ال c هو اصلا straight line، يعني فيش عليه tangent. فهون شو بنعمل بهاي الحالة؟ بيكون slope لل tangent لل curve c at x equal 30 هو ذاته slope لل straight line c. ماشي؟ اذا هو هيدا straight line يعني انا ما فيني اجي اعمل tangent عليه، مثل مثلا عند ال بالنسبة لل r، ال r prime of 30 قلنا انه هي slope للtangent to the curve of r at x equal 30 وطلعنا slope للtangent عبر نقطتين على التانجنت. طيب هون ال c هو اصلا مش curve، هو straight line يعني فيش عليها tangent، فبيكون ال c prime of 30 هي slope لنفس straight line c. ماشي؟ فاذا هون c prime of 30 equal slope of straight line c. كمان straight line c بدنا ناخذ لنا نقطتين عليه، مثلا هون في نقطتين موجودين على c معلمين، هيدي النقطة أو هيدي النقطة مش عارفين قديش ال x تعول، عارفين ال x 10 بس ال y مش عارفينها. هات لناخذ هاي النقطة لأنه هاي النقطة كمان على c بنعرف ال x تعولها 0 وال y تعولها 500.
يعني 0500 هي نقطة على السي، كمان نقطة تانية على السي، لأنه الهيدي معروف، هيدي النقطة موجودة على الكيرف ار وموجودة على السي، أنا بدي إياها على السي. الأكس تعولها 50 والواي تعولها 1500. قال لك أن 50 500، لشوف معقول في غلط. لا ما في غلط، صح. 50 الاكس تعولها 50 والواي 500 1500 50 1500. طيب السلوب للسي هي مثل قبل شوية، الواي لهي النقطة ناقص الواي لهي النقطة على الاكس لهي النقطة ناقص الاكس لهي النقطة، يعني واي ماينس واي على اكس ماينس اكس. How they are two points on C، فبيكون 1500 minus 500 over 50 minus 0. بيطلع جوابها هيدي 1000 over 50 اللي هي جوابها كمان 20. طيب لاحظ انه طلع معنا ال R prime equal C prime. لما يطلع ال revenue derivative لل revenue equal derivative لل cost، شو بنستنتج؟ شو لهم علاقة اصلا ال revenue وال cost ببعضهم؟ إذا الـ revenue equal للـ cost بيكون عنا break even level، بس إذا الـ derivative للـ revenue equal derivative للـ cost، هات لنأخذ القاعدة اللي بتربط الـ revenue بالـ cost. نحن نعرف إنه الـ profit بيساوي الـ revenue minus الـ cost. طب هو عم يحكي عن derivative، هات لنعمل derivative. يعني الـ profit derivative للـ profit بيساوي الـ derivative للـ revenue minus الـ derivative للـ cost. طيب بما انه هون الديريفاتيف الار برايم والسي برايم طلعوا معنا شو؟ قديش طلع جواباتهم؟ نفس الشيء 20 على 30 على الاكس ايكوال 30، طلع عنا نفس الجواب. يعني البي برايم اوف 30 بتساوي ار برايم اوف 30 ماينس سي برايم اوف 30. يعني البي برايم اوف 30 بيساوي قديش الار برايم اوف 30؟ طلعت معنا 20. قديش السي برايم اوف 30 كمان طلعت 20؟ يعني طلع زيرو، طلعت البي برايم زيرو. لما الديريفاتيف للبروفيت يطلع زيرو، لما الديريفاتيف للبروفيت بيطلع زيرو، شو بنستنتج؟ بنستنتج انه يا عندنا ماكسيموم بروفيت يا عندنا مينيموم بروفيت. هات لنشوف شو عم بيسالني بعدين، نحن كنا بس هيك عم نحلل من عنا. هات لنشوف شو عم بيسالني، هيدي مش من ضمن هيدا الفرع، بس عم بحلل انه طلع الريفينيو ديريفاتيف للريفينيو ديريفاتيف للكوست مثل بعضهم. إذا مثل بعضهم يعني تنقيسهم زيرو، يعني البروفيت ديريفاتيف للبروفيت ايكوال زيرو. إذا الديريفاتيف للبروفيت ايكوال زيرو يعني عندنا ماكسيموم أو مينيموم بروفيت. نحن ماخذين إنه بس يكون الفانكشن ديريفاتيف للفانكشن ايكوال زيرو، يعني يا عندنا ماكسيموم يا عندنا مينيموم. هات لنشوف. هون عم يقول لي ديديوس ذا نمبر أوف أوبجيكتس فور ويتش ذا بروفيت إز ماكسيموم. بما إنه عم يقول لي استنتج يعني من الفرع اللي قبل، عم يقول لي إنه أينتا بيكون عندنا البروفيت ماكسيموم؟ أنت بيكون عنا profit maximum لما b prime equal zero. نحن أنت طلع عنا b prime equal zero، هي طلع عنا b prime equal zero لما كانت x شو equal 30. هذا بالبارت، يعني فينا نضمه للبارت 4b. نقول له هون when x equal 30 the b prime of 30 equal zero then the company achieves the company achieves maximum profit at x equal 30. هي يعني that is when it sells 30 objects. هيدي هي، ويعطيكم العافية.